صباح الخير للجميع. مرة جديدة والانطلاقة رح تكون مع أول فقرة معنا لليوم. تحدثنا عليها يمكن في بداية استعراض فقراتنا، وهي عن مبادرة بتهتم بجمالية جدران محافظة مادبة بعنوان إبداع بلا حدود. هالمبادرة اللي بتزين برسومات خاصة وبكتابات خاصة، مش فقط جميلة ولكن أيضا تثقيفية وتوعوية من خلال مبادرة إبداع بلا حدود. وبسعدنا أنه نستضيف مؤسس المبادرة خالد الطوالبي. صباح الخير. وأيضا بيك. المساعد بهذه المبادرة فادي روحني. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم. صباح الخير لكم المشاهدين. إبداع بلا حدود، نعم. هي الرسم بطريقة معينة على جدران محافظة مأدبة، يعني عم نحكي مش فقط لزيادة جماليتها، إنما في فكر طبعا من وراء هاي الرسومات اللي هي كتابات خاصة. خبرنا أكثر عن بدايات المبادرة وتأسيسها، وبعدين خبر المشاهدين عن أهدافها. أول شيء صباح الخير لكم للمشاهدين، وشكرا لكم على برنامجكم وعلى استضافتكم لنا وإتاحة هاي الفرصة الجميلة لنا انه احنا نعبر عن ذاتنا، نعبر عن وجودنا في المجتمع كشباب. طبعا مبادرتنا مبادرة إبداع بلا حدود هي مبادرة توعوية تربوية دينية أخلاقية في البداية. طبعا هي نشأت قبل تقريبا سنة من الآن. فكرة الفن الجرافيتي أول شيء هو فكرة نشأت في أمريكا، نعم. على يد الطبقة الفقيرة في أمريكا، نعم. وكانوا يكتبوا على الجدران لتوعية الناس أو توعية السلطات بوضعهم المأساوي، الاقتصاد المأساوي، نعم. طبعا الفكرة انتقلت لأوروبا في بداية التسعينات، وأنا في زيارة طبعا من أحد زياراتي في لندن تعلمت هذا الفن. طبعا فن الجرافيتي هو فن الرسم بلا زوايا، نعم. انت ما في قواعد للرسم طبعا، اتس انليميتد. عم بنشوف احنا عم نسمعك خالد بعض، نعم. الصور او النماذج عن هذا الفن. طبعا فضل. طبعا نعم. الفن هذا فن الجرافيتي، فن الرسم بلا قواعد، نعم. نقدر نحكي انه احنا يعني نجهز الرسمه في مخيلتنا، نعم. ننجزها على الجدار، نعم. وقت انجازها على الجدار او في لحظه انجازها على الجدار احنا نخترع هاي القواعد للرسم، نعم. فممكن تتغير الالوان، تختلف الالوان باختلاف نوع الجدار، باختلاف نوع متلقي هاي الفكره، نعم. الفكره ممكن تكون اخلاقيه تربويه دينيه، في رساله حابين نوصلها للناس. الرسالة هاي بعيدا عن السياسة هي رسالة تربوية بشكل، نعم. عام نقدر نحكي، نعم. تؤسس لجيل واعي، جيل فهمان، تكون قريبة كثير من المجتمع، قريبة من العامة. العامة في الشارع طبعا لهم أفكار خاصة فيهم، ممكن احنا نتواصل معهم عن طريق هاي، عن طريق الجدران طبعا اللي هم يمروا من عندها بالآلاف يوميا، نعم. الأطفال بالمدارس طبعا بيحبوا الألوان الزاهية، ممكن توصلهم الفكرة عن طريق الألوان الزاهية والفاقعة من خلال الكتابة بالفن الجرافيتي. والفن الجرافيتي هو مش فن خط عربي، يعني بعيد عن الخط العربي، هو مش فن رقعة، خط رقعة، خط نسخ، مش زي هيك. هو الفن أول شيء نشأ باللغة الإنجليزية، نعم. هلا أنا عملت وظفته تربويا واستخدمته في اللغة العربية. بدي أحكي عن هاي النقطة بالتحديد، نعم. إنه أنتم من خلال هاي الرسومات بتوصلوا دائما جمل ثقافية تربوية، نعم. دينية أيضا بتوصلوها للمتلقي أو، نعم. للناس اللي موجودين بالشارع. ليه أنت تعمدت هذا من خلال الرسم أنك توصل هاي الرسائل؟ طبعا أقرب للناس، نعم. نقدر نحكي انه الناس لما انت تمر من عند شارع معين، من عند جدار معين في شارع من شوارع مادبة او في شارع من شوارع الكرك او في عمان واتفر، يمكن تمر من عند هذا الشارع 5 أو 6 أو 7 أو 10 مرات في اليوم، نعم. الواحد، نعم. فلما طبعا احنا نتكلم انه بالتكرار يتعلم الشطار، نعم. فممكن الانسان لما يشوف هاي الرسمة او هاي الكتابة مرة مرتين ثلاثة أربعة ترسخ في مخيلته، يبلش بالماك باك مايند، يبلش يتحرك عنده، يتخزن هاي الفكرة ويبلش يطلقها على مجتمعه. جميل. يعني نعم. جميل. جميل. الإبداع، خلينا نحكي آيات من القرآن الكريم، خلينا نحكي أحاديث للرسول، خلينا، نعم. نحكي كلمات عن الأخلاق، التربية، نعم. التعليم، الدراسة بشكل عام، نعم. جميل. رح تحكي، نعم. عن الدعم اللي لقيته من محافظة مأدبة، ولكن خليني أوجه سؤالي لفادي. فادي، أيضا قدمت رسومات لعدة مدارس من محافظة مأدبة، كيف كان إقبال إدارات المدارس وردود فعل الطلاب، وهل ساعدوكم، ساهموا الطلاب أيضا بهاي المبادرة معكم؟ هلا بالنسبة للمدارس طبعا كثير شفنا إنه وقفوا معنا كثير من المدارس اللي هي محافظة مادبة، محافظة بلدية ذيبان. طبعا الأستاذ خالد ما قصر معهم، وأكيد كان عملنا تطوعي داخل المدارس، هدف فعليا زي ما حكى قبل شوي اللي هو تربوي أساسيا، نعم. وبنفس الوقت وظفنا هاي الفكرة كلياتها إنه
نخلي الطلاب نفسهم يكون عندهم مبادرات معنا، نعم. ما يوقفوا كمان حتى بنقدر نحكي كعمل انه الخرابيش الحيطان هاي اللي بتستعملوها او انه مثلا اي كلام مسيء، كلمات مسيئه احنا بنغيرها، نعم. وبنوظفها لا بطريقه ثانيه انه يساعدونا بطريقه انه مثلا الالوان وحتى الافكار بناخذها منهم مرات يعني. نعم، عندهم دائما الطلاب او الاطفال عندهم حب للرسم على صحيح. على الحيط، فانتم وظفتوها بالشكل هاي. نعم. هاي. نعم نعم، دعم كبير كان من محافظه مدبا وديبان وغيرها، خبرنا عن دعمهم لكم ويعني الخطوات القادمه اللي ممكن انه تتعاونوا فيها سوا. طبعا ستي، فكره الرسم الجرافيتي او الفن الجرافيتي على الجدران هي فكره جديده على مجتمعنا نقدر نحكي، لانه هل في كان تقبل من الناس لهذا الموضوع؟ طبعا الالوان الزاهيه هي اللي جذبت الناس. نعم. الالوان الجميله، طريقه الكتابه بلا زوايا بلا، نعم. قواعد جذبت الناس وخلت الناس تتصور عند هاي الرسومات، تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يتفاعلوا معها. نعم. يتفاعلوا مع المعنى المراد منها، مع الرساله الموجوده منها. لذلك احنا لما طلبنا الدعم من نقدر نحكي الجهات الحكوميه في محافظه مادبا، ما احد اتوانا انه يدعمنا، الجميع دعمنا. محافظ مادبا، بلديه ديبان، الاستاذ عادل جنادبه، الاستاذ احمد الازايده رئيس بلديه مادبا، طبعا كان له فضل كبير علينا في بداياتنا. خلينا نتكلم انه الدعم كان موجود من الشارع، كمان من المواطنين، من المدارس اللي اشتغلت معنا، اللي دعمتنا، اللي بلشت معنا، وكانت بدايه جميله طبعا. والان احنا تقدر تحكي احنا في الستيج، يعني ذا فيرست ستيج، خلينا نحكي لساتنا في المرحله الاولى، ولسه بنطور شغلنا ان شاء الله. نعم يعني. جميل. طبعا الرسم على الجدران من خلال الوان بخاخ معينه، هل اثناء زيارتكم للمدارس اكتشفتوا مواهب للطلاب بالرسم؟ طبعا 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 مواهب كثير، فكان في طلاب يعني انه هم نفسهم بيقترحوا علينا الافكار اللي هي الرسومات، واحنا نعم. بنحولها، بس طبعا اكيد ما راح تكون نفس الطريقه، بس احنا نعم. بناخذ منهم الافكار بشكل انه يساعدونا فيه بس، لكن هم بالنسبه للمواهب لا، في كثير شفنا مواهب ما شاء الله، يعني مواهب. بدي اقاطع شيء بسيط، في عندنا مدرسه في مادبا اسمها مدرسه لب الثانويه للبنين، نعم. المدرسه هي انا شفت عندهم رسومات تشكيلية تصويرية لطلاب المدرسة البسطاء، نعم. تفاجأت أنه طلاب مدرسة برسموا بالشكل هذا، نعم. فحاولت أوظف هاي الرسومات في الرسم جميل. على الجدران طبعاً. طبعاً نقلتها من الورق على الجدران، جميل. فكانت رائعة هاي الرسومات طبعاً. جميل، حلو، نعم. كتير، نعم. طيب خلينا نحكي عن الخطوات القادمة المستقبلية، ما هو التطور راح تضيفوه على هيك نوع من الرسومات الجدارية، وهل ممكن أنه نشوف المبادرة هاي خارج محافظة مادبا في محافظات أخرى بالمملكة؟ طبعا إحنا في صدد الآن إنشاء أكبر مركز للرسم، خلينا نحكي مش لرسم الجرافيتي، رح يجمع الرسم الجرافيتي والرسم بالزيتي، نعم. ورح يجمع رسم الفسيفساء معا، ورح يجمع كمان أنواع النحت على الحجر، مركز كبير طبعا، وراح نستقطب فيه جميع الفنانين من محافظة مادبا، من المملكة طبعا اللي حاب يشارك معنا، ونبدأ نطور نوعية الرسم. ممكن احنا بصراحة بصدد ان نكتشف نوع جديد من الرسم، اللي هو المزج بين جميع انواع الرسم، الرسم الزيتي، الرسم الجرافيتي، الرسم بالحجر، وكمان دعم يعني دمجهم مع بعض على الجدران. حلو، يعني هذا شيء جديد راح طبعا يكون. طبعا راح يكون شيء رائع، ودمجهم في فكرة معينة، وإن شاء الله قريبا راح يكون في عنا أكبر رسمة لمدينة عمان. جميل. طبعا وين راح تكون؟ بالجرافيتي راح تكون إن شاء الله في مدينة عمان، في أحد العمائر الكبيرة طبعا المواجهة للمارة جميعا طبعا إن شاء الله. جميل، حلو كثير، يعني في خطة إنه طبعا الخطة إن شاء الله شغالين عليها، وقريبا جدا عمان. إن شاء الله راح يعني تنطلق للوجود. جميل جميل جميل. طيب يمكن بدي أختم هاللقاء الجميل بسؤال، قد إيه مهم كونه إنه أنتوا عم تقدموا فكر تعكسوا هذا الفكر من خلال رسومات جدارية، قد ايه مهم انه الشباب يحكوا فكرهم بأي طريقة كانت، بالكتابة، بالفن، بالرسومات على الجدار، ما يخبي شيء، يقدر يحكي فكره من خلال هاي الرسمات، قد ايه مهم، قد ايه بيعطي الشاب طاقة انه يقدر يكمل. احنا ست عبير في مجتمع دعاء طبعا احنا في مجتمع حر،
تتكلم بحريتك، تنطلق بأفكارك، ما تكبت أي أفكار موجودة في داخلك، أفكارك التربوية، أفكارك الناقدة الفلسفية whatever. دائما خليك أنت منتج لهذا النوع من الأفكار، ودائما أنت أطلق أفكارك سواء على الجدران. طبعا إحنا في عنا مقولة بتحكي أنه الجدران دفاتر المجانين، طبعا هي هم مش مجانين، خلينا نحكي أنه في عندهم فلسفات داخلية ما يقدروا يطلقوها للجميع، فلذلك يطلقها على الجدار. وفي عنا رسامين هواة طبعا بيكتبوا على الجدران سد دعاء، في عنا رسامين هواة بيكتبوا على الجدران. وهذول الرسامين مش معروفين طبعا، unknown، نقدر نحكي مجهولين للعامة، بس عندهم أفكار داخلية يضعوها على الجدران. طبعا ممكن تكون الأفكار سلبية، فإحنا بدورنا كمنظمين كإيجابيين نمسح هاي الأفكار السلبية ونحولها لأفكار إيجابية، ونخلي الجميع طبعا يبتسم ويضحك وتكون جميلة طبعا للجميع. إذن أنا بتمنى لكم كل التوفيق لمبادرة الدع بلا حدود، ونتمنى نشوف رسوماتكم أكثر وأكثر. وإحنا كثير سعيدين ومبسوطين بهالشباب اللي عندهم روح حلوة وإبداعات بيعكسوها على المجتمع بالشكل الإيجابي والشكل الصحيح. مشاهدين راح نكمل نحن وياكم باقي فقراتنا لليوم، ولكن راح نروح لفاصل قصير وبعدها بنواصل، فابقوا معنا.